كابتن مدثر، شاهدنا في مباراة الهلال وصن داونز لأول مرة انتهج الهلال أسلوب مميز، نهج تكتيكي مميز. شاهدنا غياب العشوائية في التمرير لأول مرة، غياب الكرات الطويلة، كان الهلال ينتقل مرحلة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم. شاهدنا نهج تكتيكي مميز للهلال، شاهدنا الهلال تقريبا نقدر نقول بأسلوب جديد في الشكل والمستوى الفني. نعم، الشكل كان مبشر جدا مع المدرب الجديد ريكاردو، واضح جدا انه حضر مباريات كثيره لمازيمبي او لصن داونز عفوا. هو من البدايه اي متابع لصن داونز يعرف اسلوب صن داونز. صن داونز يعتمد على البناء من الخلف من حارس المرمى مرورا بالمدافعين، بعدها اللعب بين الخطوط بشكل مستمر. المساله حاصله حتى في منتخب جنوب افريقيا. فريكاردو وفقا لانه تابع الفريق ظاهر جدا، لعب 3-5-2 في الناحية الهجومية، إذا كان الفريق مسيطر على الكرة تتحول ل5-3-2 في النواحي الدفاعية. مكلف مجاهد فاروق وبعاقلة في أنهم يكفلوا المسافة بين المدافعين والأصيرة، نعم، بين الثلاثة مدافعين والأصيرة. فكان في شغل تكتيكي جدا، شاهدنا في ضغط عالي على أساس أن الكرة ما تبني بانتظام من الخلف، لدرجة أنه نصر الدين الشغيل في أكثر من 6 لقطات كان بيضغط على حارس المرمى داخل 18 وما يخليه يلعب مرتاح. وده نهج تكتيكي محترم جدا من مدرب كبير، مطلوب ايا كانت نتيجه مباراه مازيمبي وموقف الهلال من البطوله انه الناس تدعم المدرب. مدرب عنده توجه ونهج تكتيكي معروف وشكل واضح، واضح جدا من الاسماء اللي اختارها انه عنده جرائم بعيد عن الاسماء الكبيره او غيره، يختار العنصر الانسب للمكان الانسب. شاهدنا عبد الرؤوف، شاهدنا مؤيد، شاهدنا مجاهد فاروق، تمت اتاحه الفرصه لهم وقدموا مستوى كويس، وده المطلوب في الفتره دي. الجمهور ان شاء الله والاعلام يدعم المدرب وتوجه المدرب في المرحله الجايه.